تيار كتير قوة جوية قوة جوية قوة جوية لما يجي تحذير يبقى عندك يعني هو شعارهم اذا ضربت فضلت بقوة مش هروح اطلع طيارتين ولا ده شعارنا تمام شعار جيشنا وشعار بقى الخاسئين امثال هيك لما قال لك من 6 ل 8 طيارات في ضربة الضربة الجوية 73 فهم اللي الهزمين دول موجودين ولا زالوا موجودين وهيفضل يقل لا هو مشكلة الأستاذ زكي احنا بنتكلم على بيفهم قوة جوية ضخمة ضخمة تعمل ده عشان تقدر تعمل حظر وانت هتعمل حظر زي من غير سيطرة وانت بتخاطب العالم وفي تعاون مع المغرب ابتدت المغرب قفل مفيش طيران مش عايز الا مفيش الا خلاص يبقى اذا العمليه ما فضلش الا تونس بشكرك اصلا الله العظيم دائما ابطالنا كده انصرنا ورجالنا